اليوم عندنا واحد الزياره خاصه للشاف ديالنا موسى. مرحبا سي موسى. مرحبا سيدي. مرحبا 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 ومرحبا بالمشاهدين. واش هذا الخير هذا؟ اللهم بارك. ولا الزريده حنا محمق على قد على قد الحال. ها انت سي موسى حنا محلقنا على المصايره بشويه وصافي غير باش نريحوا نسرحوا نسقي عويناتنا شويه. عندنا هنا سي موسى هذا النعناع هذا. النعناع اللهم بارك. شو تبارك الله قداش ما شاء الله تبارك الله راه كبير ما شاء الله. تبارك الله. ولكن العمل العمل اسم صافي العمل ايوا راه كل حاجه كتبغي العمل. العمل اسم صافي العمل عمل ومراقبه وخاصك ديما تبقى تتبع داك الشيء. انت راه يومين كنراقبوا يومين يومين ماشي هذا راه المعدنوس اسم صافي راه نحتو هنا هو يسخر فيه الله واش ما شاء الله طلع ما شاء الله المعدنوس هذاك وهذه زعيطره سي مصطفى. هاي فيديو انا وراك زعيطره هاي شيا هاي هذه راه الزعتر هاي الزعتر ها والله الا الزعتر بحال هذا اللي عندي في الدار. بحال هذا بحال هذا ديك الزعتر هذا كاين مازال كاين 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 خير تبارك الله. كاين البصله كاين الخوخ كاين البصله كاين الخوخ كاين الكون كاين الشيفرون كاين خير موجود. ها الخوص تبارك الله واخا الزريده صغيره ومحيطقه ولكن راه كنديروا داك الشيء على حد ولكن مهندسه. حدو في قدو مهندسه ما شاء الله. هذه الخص هذا الخص هذا وهذا الخطيط هذا ديال اللوبيا هذا اللوبيا خضراء اللوبيا خضراء اللوبيا خضراء وهذه هي مطيشه هي الشيء يلاه جايه هي هي مطيشه الشيء وهاد الصغيورين سي مصطفى اللي يلاه جايين هادين هذه القرعه كورجيت ما شاء الله. ها البصله تمرات تبارك الله البصله وهادي السي مصطفى راه نحيدو ليها التولي باش تشوفها. هادي راه برقوقه هذا البرقوق ما شاء الله. ما شاء الله سير انا البرقوق الاحمر اسيدي اسيدي تقولوا الشاب واخا واخا سي مصطفى حنا غير يعني واحد الفتره وجيزه ما عندناش واحد الاستقرار زعما ولكن رغم هذاك الشيء كله خصنا نديروا المهم نخليو شويه ديال الاثار يبقى. نعم وراه هي هذوك الناس الا ما استفدنا حنا دوك الناس اللي غيجيو يسكنوا مورانا نعم غادي يستافدوا يقولوا والله الا تبارك الله الله يرحم الوالدين والله الا كاينه هذه كاينه هذه ويعجبهم الحال. داك الشيء راه عندنا فيه عندنا فيه عندنا فيه الاجر. نعم فالبصيله سي مصطفى شي البصيله هذه غادي ناكلوها ماشي ان شاء الله باذن الله ما شاء الله. هذا راه الشيفرون الشيفرون اسيدي وهذا راه ذاك المكور الاحمر السي مصطفى عطيه ذاك المكور الاحمر اللي كيدار في السلاطه اي هذاك احمر هو هذا وهذا راه خطيط ديال البطاطا باقا ما يعني تيبس ليها الشجره ديالها عاد نهبشوا عليها نجبدوا البطاطا باقي دابا الشجره خضراء ما نقدروش نقربوا لها باقي الوليدات ديالها صغيره هي خصها تتكرم ليها هذه الصفراء بلي تكرم هذه عرف صافي راه صافي لتحتها غير جبد كل مع راسك. اش هذا الشيء يا سي موسى؟ سي موسى جيتي على غفله. جينا على غفله. ما كاين لا عباد لا والو. ايوا هذا الشيء درنا وحده كبيره تغدينا بها والاخرى مبريبارينا صوبناها وخلينا قلنا غدا ان شاء الله باذن الله الا بقينا حيين نصبوها ونتغداو بها. وسعى هي مكتبه لكم. ما شاء الله. ايوا خير موجود تبارك الله خاصه ولا قال لك الله يخلي في القالب على القنب. وييه. تصرف فيها تيتي تبقى على القنب. واش مصطفى؟ نعم. قال لك الله يخلي في القالب على القنب. صافي. نحن كل من عليه فانين. راه ما كاينه برا عرسي. قال لك كل ما جاك بحال لعب روندا. صافي. صافي هزه ما تسناش دير ميسه راه غيديروا لك ميسه وييه الا درتي راه مشيتي. شوف سبحان الله العظيمه عطيك وقت مشي في المشاكل الله ولا العظيمه وجيت عندي واحد الحماس قلت غنصوب هاد الطوجين ونصوب هاد كذا عادي على خاطري قلت غنخليهم قول لك القاطع انا كنت هذيك ملي كنت انا زوفري انا في الوصلان هذه الخدمه ديالي كان هذا هو الطبع ديالي بحال كنجي من الخدمه كنتوضا نصلي المغرب كنوجد كنحطها ونمشي نصلي العشاء بريباري الاولى كنمشي نصلي العشاء كنجي معايا شي واحد كيقول لك واحد المكان كيقول لي ويلي كيقول لي اللي بغا يمشي للسوق يكتب الدجاج بالليل
مشيت الصباح تفيق عند جريمة جري كاع عباد الله شكون الخبار بين الغاديين ولكن جديتي في الليل درتيه في الشوارع وجديت واحد مشرب حتى واحد مشرب معقولة تيقول لك كتب دجاج في الليل كون نقول للدراري كيبغوا يضحكوا علي تيقول لي كتب دجاج في الليل هذاك تكنطي صح تكنطي العشاء تكنطي العشاء كثير ونتغدى به نخليه باش نتغدى له دابا انا سبحان الله العظيم كتكون عندي شي حاجة تابعاني قال لي مصطفى كذا كذا خرجت مع 11 قالوا لنا حدكم 11 كيف مشيت البوليس خديت غرض من البوليس هبطت البريس بي خديت غرض ديالي جيت قديت المسائل داك جيت هنا قلت اش غندير دابا الناس الناس نصبطو يجين نصبطو يجين مشيت ريح قلت زكاز قلت انا نشطب هنا شطبت هذا البلاصه بالسبيراتور مسحت شويه قلت ونبقى مريح انا نصبط اللاطه ديال الجوج انا مع راسي كنهضر مع راسي كل مره كيبان لي الا لا فوق مشيتي درتي هكا مشيتي صافي مشيتي وانا سبحان الله العظيم راه هاد القضيه اللي تكلمتي عليها راه هي جد مهمه جدا عندي انا سبحان الله هذه عند الناس الناس اللي كنسميهم احنا عمليين كاين فرق ما بين الانسان العملي والانسان القولي الانسان القولي كيجي كيقول لك وغندير غدا وغندير غدا وغندير غدا ما كيتصدقني والو لا كندير بلا ما نقول الانسان العملي كيمشي كيحضر في دماغه خاص كذا خاص كذا خاص كذا كيمشي هي الاول كيقادها كيسالي من حتى كيسالي من كل شيء عاد كيريح مع راسو انا دابا كنمشي للمارشي ديالي هذا تعلق هذه القضيه تعودت عليها ملي جيت هنايا كنشد دابا ما كنمشي كنمشي ليها نجري ملي كنجي نقول اوه نسيت السكر اوه نسيت الدانون بغيت كندير واحد الستيلو اللي خصك اللي خصك تقتبها اولا فرماج ثانيا هذا ثالثا وكنمشي نتقدا كنشد ورقه نقول هذه شريتها ضرب عليها هذه بقى غنمشي ليها كنجي ناضي كيجي لي يقول حسن ترى عندك شويه السكر نسيت السكر اي يعني بنادم كما قلتي ما كيديرش النقاط على ما كيحطش النقاط هذه غاديه عشوائي وصافي كيدور بحال الحبيب شري هذه شري هذه ولكن كاين شي حوايج كيدوز عليهم كيمشاو لي من الذاكره هو راه محتاج بها وكيقدم فيها وكيزيد ولكن هنا الناس سبحان الله انا شتاو انا نولي ندير هذه القضيه انا شتاو كيديروها ورقه وستيلو دير كتاب كتشري وتقيد يعني طريقه يعني هذه التكنولوجيا هي هذه ماشي بنادم غادي عشوائي خاصك الفلوس ما كيجيب والو ماشي مشكل مهم راه الهدف في الاخر دائما كي الى 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 جبدوا شي حاجه من الارض كيجيبوا الفلوس كيجيبوا على الصياده السي الحاج الصياد ملي كيمشي يصيد وراه كيمشي عليك يا ربي يقدر يصيد يقدر ما يصيد والو يدوز نهار كله يدوز يخاوي واحد النهار يقدر يستافد يجيب ولكن هذه تاع الذهب هذه لا خص تشوف البروغرام تسمع كاين عاوتاني الحراره هي الاشياء هي بحال الحياه بحال كي ماشي كيفاش غتنعس هذوك اللي شفتهم دوك صحاب الحياه ولكن هذيك تما هذيك الفاريه هما راه ولات مدينه تما راه كاينه مدينه تحت الارض هذا تعني برنامج كاينه سبحان الله العظيم دابا ولات بحال مدينه وداك واحد البرنامج كان كيقول لك العيش الحر واحد عايش في الغابه ما كيشوفش البشر في الغابه وكيدير باش وباش كيشعل العافيه كيضرب هكا حجره على حجره كيبقى يضرب 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 حتى كيشعل العافيه وكيمشي لواحد البحيره كيصيد الحوت ويظن ويقطعها العواد ويصوم منه ويدير سلم ويدير دار سكنه لتحت وسكنه لفوق يعني كيقول لك عيش الحر ما كيشوفش بنادم نهائيا بحال القضيه ديال زابروجيني زابروجيني هكذا عايش في غابه عايش في غابه ودير واحد المسائل هنايا ودير واحد يعني ما عنده لا سروال لا حوايج لا ماشي زعما لابس بحال حوايج لا هذاك الشيء سبحان الله العظيم غير ما كيشوفش بنادم عايشه مع الحيوانات والخلع والله الا كنقول انا خويا برافو كيفاش كينعس هذوك عايشين طبيعي كيفاش كينعس اصاحبي وكيفاش كيصيد كيدير واحد الحشره بحال ماكو كيمشي يدير واحد الطعم وكيمشي يصيد مثلا بحال كنفو شي حيوان شي بحال هكا زعيف تقطع على ديك اللعيبه وكيجي كيلقاه هو ميت وكيجدو وكيديه وكينقيو داكشي وكيديرو فوق العافيه شويه وكياكل وراه هادشي راه تلقاه في الوسط ديال استراليا في الجنب ديال الصحراء الجوانب ديال الصحراء كاين فيه بزاف ديال الابروجيني ما عمرهم مشاو للمدينه كيعرفوش شنو هي المدينه ما كيعرفوش شنو هي المدينه بالحاج كيعرفوش شنو هي المدينه ضرب ضربتي مشبشب